الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. وأحييكم أيها الإخوة أيها الأخوات بتحية الإسلام تحية الحمد لله والرائحة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسمي اسم السيد المدير العام واسمي السادة الحضور. نرحب في ضيفنا الليلة الداعية الألماني الشيخ بيير روبن. ولا أدري هل أناديه، أنا كنت أكلمه قبل قليل، هل أناديه هير بيير روبن وهير كما صحح لي أحد الإخوة بيير روبن ولا كابتن بيير روبن، لأنه بطل رياضي كان ملاكما من أبطال الملاكمة والآن من مجتمع مغرق في المادية معادي للإسلام، دينه البروتستانتي نشأ على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، مرض يؤثر الإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحدث منهجا في الهجوم على الإسلام، منهج الريفيتيشن أو الرد، يترجم سطرين ثلاثة ويرد عليهم ويسب الإسلام بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. كما تعرفون الموضوع اليوم لماذا أسلمت، والسؤال الأول لماذا نتكلم عن هذا الموضوع. هل نتكلم عن هذا الموضوع لأني شخص مهم؟ الجواب لا، بل نتكلم عن هذا الموضوع باستفارة لنوعين من الناس. النوع الأول المسلمون. لكن الفكرة هذه المحاضرة أي بلغة علمية، وبلغة علمية هي لاستفارة نوعين من الناس. أولا المسلمون، حتى أستخرج بعض الحجج التي حملتني على قبول الإسلام. وللغير المسلمين حتى يتأمل في هذه الحجج، ونحن نجد لكل إنسان الخير، كان نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو أي دين أو لا دين، نحن نجد له الخير، لأن الله تعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين ولا أرسل لنا غير مسلم. نقول له هذا واضح، نحن نجد له. كان في قلق عليه ان تقوم مرحبا يئن المدثر كف عنه، هذا مبين له. وانتقل الى قصتي قالوا ان شاء الله قليلا. انا كنت كما قال الشيخ حنيفا كنت نصرانيا بروتستانتينيا، وذهبت عدت الى مدرسه انشئت من رهبان الكاثوليكيين والمسؤولية للأعلمين والطفل وهذه الأشياء التي تضارب مع تعليم الإسلام مع تعليم الإسلامي. إذن أقول أيضا للغير مسلم، أنا استفدت من هذه من هذه الدراسة حتى الآن، لأن كثير من الأشياء التي كنت كان لي
بدعموا العباس. هذا في المانع والغرب. العلاقه بمصر ليس مثل العلاقه بمصر هنا في البلدان العربيه. هناك تجد خير في اكثر من 60 70 سنه في الساعات. هذه خبرتي نرى هذا بيحولنا في المانع وفي الغرب. يعني الخبره من هذه الايه فمن اعظم الذكر فاننا لا افكر تفكير في ذلك. لماذا في سبيل الله في سبيل الدعوه لماذا تنادين الفوز؟ الشيخ صلاح الدين احد الاخوه يتحدث في الملاكمه يريد ان يخرج هنا ليلاكمك. انا كنت حلق الستر ونسار يعني هنا خطنا قليلا وانا كنت يعني انا اعرف الجواب الذي السؤال الذي ياتي كيف يعني نفس السؤال انا عرفت الان هذا السؤال سياتي الحمد لله. نعم انا ما ذهبت الى بيت وقلت على اسكت بل يعني فقط سليت وكذا وامي هي عرفت قبل ذلك اني استفسر عن الاسلام وامي ايضا راضيه بذلك الان لانها ترى الان ان الاسلام هو الحق وابي ايضا وانا اتصلت اليوم بامي وهي قالت عرفت الان في قطر وكيف هنا كنت جميل جدا وزوجي قال جميل جدا كذا وقالت اذا ذهبت الى قطر انا عيب انا حتى البس بحجاب فهكذا اذا هي سبحان الله هي قريبه جدا من الاسلام ولكن المشكل المجتمع هي تشتغل لا مطعم ويبيعون الخمر والخنزير وهذه الاشياء لذلك هذا يبعدها من الاسلام قليلا ونفس الشيء ابي الان ويعرف ايضا الاسلام دين جيد ولكن طبعا يعني تجاوز الحد الى قبول الاسلام هذا هو المشكل وانا نعرف ايضا بعض الناس قريبون من الاسلام ولا يسلموا وانا اسال الله ان يهدي ابويا مثلا ابو طالب وكان قريبا من الاسلام ولكن لم يسلم لذلك نسال الله الهدايه لهما امين ولكن هكذا اذا وانا يعني لم تكن عندي مشاكل كثيره في الصلاه في البعد وهذا لان يعني هذا ما اسف لاني ايضا رجل انا ارى هذا النساء اللواتي يدخلن الاسلام عندهم دائما مشاكل منقصه. هم يقولون انهم دائما عاشون هنا عند المسلمين المشاكل. انا ارى هذا من النساء. يريدن ان يلبسن الحجاب مثلا اننا في المانيا ولقيت من فعلت كذا هكذا. يعني للرجال هذا دائما امر اسهل من النساء. بارك الله فيك. المتردد مؤمن بان الله الخالق الرابط المدبر لا خالق له لا رابط له لا مدبر له هل تقول نعم هل تؤمن بان لا يحق العباده الا هو قال نعم اذا انت تؤمن بان عيسى لا يحق العباده نعم اذا يقول نعم اذ يقول له اذا ما يمنعك ان تقول اشهد ان لا اله الا الله لأن هذه الآية ما عملت أشد من ذلك الشرع. بعد ذلك من تقف إلى بطريقة فقط أن تنطق
من المانيا هم يشاركون في الدعوه المدير المدرسه الاسلاميه هناك في واشنطن